من الحاجات المهمه جدا اللي عايز اتكلم فيها الستات، ان مفيش راجل في الدنيا ما فقدش الانتصاب بتاعه في وسط العلاقه. ليه؟ لان بيحصل مثلا بيبقى جواز، فخلاص بقى عدى سنين وانت عارفاني وانا عارفك وبتاع مش عارف ايه، فممكن يحصل ان الراجل يفقد الانتصاب في وسط العلاقه، وبتحصل مع ناس كتير جدا. تمام؟ لان الراجل ممكن ان يكون افتكر في وسط العلاقه، بتحصل ده، احنا واحنا بنصلي بنفتكر حاجات ما افتكرناهاش قبل كده، فممكن واحنا في وسط العلاقه افتكر يا نهار اسود ده انا عندي ميتنج الصبح مع المدير بتاعي، ده انا ما حضرتش الحاجات، ده انا لازم. فممكن الراجل يكون عنده ستريس، يكون عنده نوع من انواع اللي هو متضايق، عنده ستريس، عنده نوع كبت، عنده قرفان، عنده اي بقى ضغط عصبي، عنده اي حاجه. فتبص تلاقي الراجل بكل بساطه فقد الانتصاب بتاعه في وسط العلاقه. رد فعل الست في الحته دي يفرق السما من العمى. لو خدتيها ببساطه خالص وكأن مفيش حاجه حصلت وان عادي وطبيعي، خلال 20 مينت 20 30 دقيقه هيقوم مكمل معاكي تاني واحسن من الاول. لو هزرتي معاه فالموضوع ده او مسكتها له زله او بتاع، انسي انسي، هيتربى عند الراجل خوف مرضي، لان في ستات سخيفه كتير جدا بتحب تهزر في الموضوع ده. مفيش راجل، في ستات هزرت في الموضوع ده اتقتلت. مفيش راجل بيستحمل هزار في الحته دي. انت بتبقي فاهمه ان انت لما المصريات بالذات عندهم الثقافه دي، اللي هو انا ايه عايز اسخنه فاقوم ايه مهزره معاه في الموضوع بتاع مثلا حجم القضيب، او مهزره معاه في ان هو مثلا ايه فقد الانتصاب في وسط العلاقه، او مهزره معاه اللي هو ايه يا سبع البرومبا مش عارف ايه والكلام اللي بيقعدوا يقولوه ده. ده بيربي عند الراجل خوف مرضي، ان لا طب انا لو عملت معاها علاقه وفقدت الانتصاب في وسط العلاقه دي هتبهدلني دي فالراجل بيبقى هايب وخايف الجنس بسبب لسانك الزفر. حذاري 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 تهزري، دي اهم حتة مهمة في الفيديو كله، انك تهزري معاه في حجم القضيب. في ستات هزرت اتدبحت اتقتلت. الموضوع ده حساس عند الراجل جدا وبيربي عقدة ويسيبك يروح لغيرك، لان في واحدة تانية بتحترمه وفي واحدة تانية ممكن تتريق عليه. وكل راجل وعنده حد في الامكانيات بتاعته، مفيش راجل عنده طلاقة قدرة، مش ربنا هو ده، هو كل راجل وعنده حدود، في كل راجل وله اخر. فلو اخره ده جه بدري او انتي ما كنتيش متوقعاه ولقيتيه او فقد الانتصاب او بتاع، عادي جدا كأن ما حصلش اي حاجه وعادي، ومش بس ما تقفوريش قوي، هو عادي يا حبيبي ما فيش مشكله ونجرب وقت تاني ومش لا، ما هو برده ولا كده ولا كده، لان هو بيحس بالاحباط في الحالتين. فالست الذكيه بس هي اللي بتعرف تتعامل في في في, في 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 اللحظه دي، والست الغبيه قوي هي اللي بتقعد تمسكها له. انت غبيه قوي، انت فاهمه ان هو انت كده بتسخنيه فايه هيقوم يرد لك؟ لا هيتنيل اكتر. انت فاهمه ان انت بتسخنيه فهيقوم بيكي اكتر، او يبقى هو قاعد في امان الله تقوم هي مهزره في الموضوع ده. انت من غير ما تحسي انت كده بتقفليه. انت فاهمه ان انت عايزه ايه؟ قال يعني تعايريه يعني بهزار عشان يوم يثبت لك ان هو ذكر قوي وبتاع. لا يا اختي مش هيثبت لك، هيتنيل اكتر. حذاري يا ستات، تحذروا تهزروا في موضوع الحته دي، اللي هو لو فقد الانتصاب في وسط العلاقه عادي عادي جدا، ولا كأن ولا تشغلي بالك، عادي الراجل في دماغه مليون حاجه. الله، ده احنا في مجتمع ما اعلم به الا ربنا. تمام؟ او حجم القضيب، او الهزار في حجم القضيب، او الهزار مش عارف. في الحاجات دي حساسيه للرجاله كلها، ان الراجل بيبقى كويس والقضيب بتاعه حجمه مناسب للست وعنده انتصاب وكل حاجه، وتيجي هي برضو عايزه تستفزه علشان يعمل معاها جنس او يعمل معاها علاقه، فتقوم قافله منها، بتقفلي منك خالص، انت كده بتقفلي منك خالص. فالست الذكيه بس اللي تعرف تتعامل في المواقف دي، اياكي حتى تذكريها في الكلام. انا بكلمك بمنتهى الامانه، الحته دي عند الراجل منتهى الحساسيه. الراجل لما بيهزر مع راجل بالحاجات دي بيضربوا بعض في الاخر. فما تبقيش انت شرفه او انت عارضه او انت ست بتاعته وتيجي تتكلمي في الموضوع ده. الكلام ده بصي نصيحه، عايزه تعملي مع جوزك الكلام ده ما يجيش على لسانك العمر كله. تمام؟ انت بتحبيه، اتجوزتوا وعايشين بقالكم كذا سنه وعندكم عيال، يعني انتوا كويسين وهو كويس وهي وانت كويسه. تمام؟ ليه بقى الهزار السخيف؟ ليه بقى الهزار البايخ؟ اوعي تهزري في الموضوع ده.
اوعي تعايريه بحجم القضيب، اوعي تعايريه بانه فقط، لا هتعايريه، انا عارف ان انت مش بتعايريه عشان عايزه تذليه، انت عايزه تعايريه عشان يقوم يثبت لك ان هو، لا مش هيثبت لك يا اختي، هيتنيل اكتر، لان الموضوع ده منتشر ما بين الستات، هي عايزه ايه يعني تستفز الراجل برجولته فيقوم ايه عايز يثبت لها، فيثبت لها، لا هو مش هيبقى عايز يثبت لك، هينفر منك اكتر. خلي بالك الموضوع ده مهم 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 لاقصى درجه. في حاجه تانية عايز اقولك عليها يا معلم، في حاجات بسيطه قوي ملهاش اي علاقه بالجنس بتبقى مقدمات للجنس الكويس، تمام؟ الستات كلها 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 بتحب الهدايا جدا، هدايا هدايا هديه هديه، تمام؟ لما تجيب هديه لمراتك هات لها هديه سكسي، هديه تقول لها ان انت مراتي، هديه تحسسها ان دي مراتك مش امك، مش تروح تجيب لامك طقم كاسات فتجيب لمراتك طقم كاسات، مش رحت تجيب امك شنطه فتجيب لمراتك شنطه، لا مرات يعني جبت لامك ورد، لا ما تجيبش لمراتك ورد. بصوا يا جماعه الورد يعني الراجل لما يجيب لست ورده، الورده دي بيقول لها انا اسف، في رجاله فاهمه لا 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 ما تجيبلهاش، بص الورده اعتذار، لما تبقى تتنيل تغلط تبقى هات لها ورد، انما لما تبقى انت عايز تقول لها انا بحبك هات لها شوكولاته، واقسموا الشوكولاته وحط نص شوكولاته في بقك وهي تاخد بالنص الثاني في بقها، عارفين ايه ده الورد مش هتعرف تعمل بيه كده، ففي في في هدايا تافهه جدا، شوكولاتايه شوكولاتايه، ما بقولكش روح هات دايموند رينج او اللي هو يعني ايه خاتم ذهب وبتاع، لا 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 عادي جدا جدا، انت بتجيب حاجات رقيقه، ولما تجيب لها هديه هات لها هديه ليها هي مش للبيت، يعني انت مبروك يا حبيبتي او كل سنه طيبه يا حبيبتي، وجايب لها طقم كاسات تحطه في النيش وبعد كده انت فاهم ان انت كده جبت لها هديه، لا حضرتك انت لازم الهديه دي تكون للست ذاتها، للست نفسها، الست نفسها هي، حاجات رقيقة جدا للست غير هدايا امك، مش عشان جايب لامك حاجة لازم تجيب لها بالمثل، دي مش انت مش بتعدل بينهم برحمك، ده امك مش هينفع، ابوك بيجيب لامك حاجات انت ما تقدر، انت بقى تجيب لمراتك زيه، فاهم ازاي؟ فمش زي امك تجيب لمراتك مراتك وما توريش دي جبت لها ايه وما توريش جبت لها ايه، لان ما بين الحما وما بين الزوجة في قرف وفي غيرة وفي قرف، فمراتك دي لازم تحسسها بانوثتها، تحسسها ان هي سبيشال، تحسسها امك دي انت بتبرها تفرق، انما مراتك دي انت بتعكسها وبتسرها، فموضوع بص الهديه لازم تكون مختلفه، ما ينفعوش الاثنين يبقوا نفس الهديه، ففي رجاله بهايم اللي هو حلو طقم الكاسات ده عليه تخفيض، اجيب طقم كاسات واجيب ايه طقم حلل صغير وبتاع مش عارف ايه، ولا طقم فوط مطبخ، الكلام ده هاته لامك وخالتك، انما مراتك ما تجيبلهاش الحاجات دي، البيت فيه كل حاجه وتمام، تجيب لها الحاجات اللطيفه، هتقولي بقى زي ايه؟ انت بقى روح وشوف مراتك بتحب ايه، لما تجيب حاجه لمراتك مش للبيت، ما منها ما هو برضه عشان بس ايه اللي يعني الفلوس مقصره، فانا ايه يعني ابقى ضربت عصفورين بحجر، البيت محتاج كوبايات فانا اجيب لها كوبايات، وفي نفس الوقت تبقى هديه ليها، ابرح امك هتلبس لك الكوبايات بالليل ساعه النوم، هدايا البيت حاجه او متطلبات البيت حاجه ومتطلبات امك حاجه ومتطلبات مراتك او زوجتك في الهدايا حاجه تانية خالص، الحاجات البسيطه بقول لك شوكولاتايه ممكن شوكولاتايه ممكن تسرها، ففكر في الحاجات الصغيره اللي تسرها الرخيصه، ما هيش لازم لان الست ما بتبصش للثمن البتاع كام، الا بقى لو جايب لها ذهب دي حاجه تانية، فاهم ازاي؟ والله عندك بقى المقدره تغرقها ذهب، عيش حياتك عيش حياتك، فاهم؟ انما انا بتكلم على العموم او الطبيعي او المتوسط، الطبقه المتوسطه اللي هو زيي والناس كلها، انت هدايا بسيطه هتلاقيها فرقت معاك جامد جدا جدا جدا، تمام؟ في هديه ممكن تجيب لها هديه تقول لها ايه، في ناس بتروح تجيب قميص نوم، برضه بص انت خلي بالك ان انت جبت الهديه دي قميص نوم عشان هي تلبسه لك فانت تتمتع عشان انت عايز تشوفه عليها، فهي فاهمه ان انت جايبه لنفسك برضه، بص بقى بص بقى تفكير الستات، خلي بالك دماغهم شمال فشخ فانا بقول لك عشان تبقى عارف، انت ممكن تجيب لها قميص نوم او بيبي دول تقول يا دي النيله، يعني وقت ما جاب لي هديه عايزنا البسها له عشان امتعه هو، يعني جاب هديه لنفسه، فلو هتجيب لها حاجه زي كده لازم في كده جمله اكلاشيه تقولها، تقول لها حبيبتي انا شفت البتاع ده في الفاترينا قلت ان هو هيبقى عليكي نار، تخيلتك فيه لقيتك او ماي جاد اللي هو واو، فما ما قدرتش ما اجيبهولكيش، عارف ان انت هتنوري في البتاع، عارف ان انت، فكلام زي كده علشان تمسح من دماغها، صدقني الستات ممكن تيجي تعمل معاها خير، تبص تلاقيها دماغها لفت وفهمت غلط، اذا كنتش هتديلها الهديه دي مع اكله شيء معين هتفهمك غلط، فاهم ازاي؟ يعني حتى يوم ما جاب لي هديه انت جاب لها هي قميص نوم، انت مش هتبقى هي اللي هتلبسه،
يقول لك بص عشان يمتع نفسه، عشان هو زهق مني وعايز مش عارف يشوفني بشكل مختلف. اه والله العظيم تاتا بيفكروا كده، خلي بالك دماغ حواء دمار. فانت لازم تكون ايه واعي شويه وانت بتجيب الهديه، الهديه دي حاجه حساسه. تمام. البنات اللي هم لسه صغيرين في السن غرقهم اكل وغرقهم شوكولاتات وغرقهم لعب وغرقهم دباديب وغرقهم حاجات، دي حلوه مع البنات. تمام. انت مش هتجيب لامك دبدوب يعني، حاجات كده فاهم، ولا هتجيب لامك شوكولاته الا لو كانت مريضه بقى ولا حاجه عيانه، حتى لو مريضه بس مش الشوكولاته وحشه عليها، حاجات كده. فممكن بقى يعني ايه تفرق ما بين اوعى تجيب للاثنين نفس الهديه من الاخر كده، نفس اللي انا بقوله يعني. الست عايزه تحس ان هي مستقله من الاخر كده، مراتك عايزه تحس ان هي مش امك بس. بيقول لك يا سيدي كمان ان مش عارف قلب الراجل معدته، اسهل طريق لقلب الراجل معدته، ايه اسهل طريق لقلب؟ هو طبعا الكلام ده كلام فارغ، مش كل الرجاله همها على بطنها يعني. ايه اسهل طريق لقلب الست؟ ودنها. الست بتحب، الست يا جماعه، الست بتحب تسمع كلام حلو، الست بتحب تسمع كلام رقيق، بتحب تسمع كلام مغازله، بتحب تسمع كلام في وقت الاحيان، في بعض الاحيان بتحب تحس ان هي ست، فحسسها بانوثتها بدل ما تنزل تعاكس في الشوارع، عاكس مراتك. وما تبقاش المعاكسه دايما هي هي، يعني ما تبقاش هي كلمة أكلاشي، لأن لما ودنها بتاخد عليها كتير أول مرة أه بتحبها، تاني مرة نص نص، بعد كده خلاص بتبقى زهقانة من الكلمة دي، رغم إن هي نفس الكلمة لو قلتها لواحدة في الشارع هتبقى مبسوطة وكل حاجة. إنما مراتك حاول تجدد معاها في طريقة المعاكسة، في طريقة الكلام. مفيش أي مشكلة تخش على النت وتشوف آخر المعاكسات اللي نزلت إيه عشان تروح تضحكها وتعاكسها وتغازلها بالكلام ده. تدور، تسأل أصحابك، للصبيان يقعدوا مع بعض يتكلموا مش عارف إيه. يا جماعة الستات بتحب تحس إن هي ستات، فحسسها ان هي ست. اهم حاجة بتحسس الست ان هي ست ايه؟ ليه؟ هي بتحب تسمع كده. الستات ليه بيحبوا المطربين ويشوفوا تامر حسني يسخسخوا والحاجات دي وبتاع، بيقولوا كلام حلو. المغنيين والمطربين في كلمات الاغاني بيقولوا كلام حلو، ويا حبيبتي ويا ملاكي ويا ارق مش عارف ايه والكلام بتاع الاغاني والدنيا دي كلها، وسيب ايدي وانا جيت جنبك يا بنت الكلب. شويه يبقى فيه نوع من انواع الملاطفه اللي هو فاهم ازاي. ودنها مهمه جدا، قلب الست طريق، اقصر طريق لقلب الست ودنها، زي ما بيقولوا عندنا في مصر الزن على الودان امر من السحر. يعني كتر الكلام في الودان والكلام ده كله ممكن له تاثير اكتر من السحر نفسه، انك تعمل لحد سحر. ليه؟ لان الودن دي هي بتبقى اهم مستقبل بالنسبه للست. تمام. فخلي بالك ان الست دي يعني كيان حساس كده، ف اكتر كلمة ممكن تطلعها السماء وكلمة ممكن تنزلها. يعني انا واحد من الرجالة لما كنت بتخلي مع مراتي عمري ما مد ايدي عليها ابدا، انا هنا في امريكا خش السجن، فانا اصلا ابويا مربيني انا ما مديش ايدي على اخواتي البنات ولا الكلام ده كله، فانا واحد من الرجالة ما بتضربش مهما حصل يعني. لا ما بتكلمش على الجنس حاجه تانية، لو هي حابه كده دي حاجه تانية، انما انا بتكلم على موضوع ان في التعامل. فلما احب اضايق مراتي قوي او اعاقبها انا في كلام ممكن اقوله زي السم، وفي نفس والنقيض ان انت لو تقدر بقى انت بتعاقبها بالكلام، وفي نفس الوقت لما تيجي تصالحها بتصالحها بايه؟ ممكن هديه صغيره مع كلام. فخلي بالك ان الكلام في ودن الست او للست ده بيفرق السما من العمى، فانت يا اما تطلعها من سبع سما يا اما تخسف فيها سبع ارض بكلمه. فالودن عند الست اهم جزء، اهم جزء. خلي بالك الستات غيرنا، احنا كرجاله بنحب نركز. انا دلوقتي قاعد اعمل فيديو، فانا لو العربيه ورا ايه تولع، انا بعمل فيديو خلاص. انما الستات دماغهم مش كده، الست بتبقى شغاله في 60 حاجه في نفس الوقت ومركزه مع كل حاجه في نفس الوقت. خلي بالك ان دماغهم غير دماغنا. الراجل هو عنده يعني صناديق كده، كل صندوق، فلو فتحت انا دلوقتي فتح صندوق الفيديوهات فقاعد اعمل فيديوهات. الست بقى بتبقى بتطبخ وكتفها على ابنها بتاع ده ابنها على كتفها، واختها معاها على التليفون، وبتغسل المواعين في نفس الوقت، ومش عارف بتعمل الغسيل غساله دايره، وعايز اقول لك عينيها على كل ده، وبتعرف تعمل كل ده في نفس الوقت، احنا لا. فخلي بالك ان الست دي بتبقى مشغوله عنك وبتاع وبتشتغل وبتاع، انما عينيها وودانها عايز اقول لك بيسجلوا عليك كل حاجه. فخلي بالك عشان الكلام ده. فتخيل بقى لو هي بقى مركزه قوي بالمنظر ده وودنها عليك، هي عينيها مش عليك، ودنها عليك شايفاك اكتر ما بعينيها، وتسمع منك كلمه حلوه، عايز اقول لك بتبقى عامله زي الصاروخ. الكلمه دي بتاخدها تطلعها سبع سما. وكلمه تانية ممكن تسمعها انت بتتكلم عليها او في التليفون او سبع ارض، انت اللي بتختار، ده اللي بيتحكم بس. فخلي بالك الكلام ده مهم جدا.
ستات كتير اتصلت بيا بعد الموضوع بتاع ليله الدخله والكلام ده كله، بيقولوا لي يا وائل في حاجه اسمها غشاء مطاطي بالنسبه للستات، الغشاء ده ما بيتفضش، فلو انت في ليله الدخله والست ما جابتش دم عادي جدا ما تقعدش تتخض وتحس ان هي شمال والكلام ده كله. في ستات كتير ما بتجيبش دم في اول ليله، بتعمل ايه انت؟ حاجه من الاتنين، الغشاء ده بينفض امتى؟ يا في الولاده يا بتاخده عند الدكتور، بتاخدها عند الدكتور. انما لو انت شاكك فيها، لا يا حبيبي ده الكشف بسيط جدا، ده هو حضرتك الدكتوره بتقولها اقعدي افتحي رجلك، بتبص كده بتقول له اهو شايفه ولا مش شايفه، على طول ده بيحصل على فكره عادي. فلو عروستك ما جابتش دم عادي جدا على فكره، لان هي مش هتروح يعني تقول لك اهو، او يعني تقول لك يعني عينيها بيك حاول درجه ان هي اهو انا ما. والرجاله اللي بتحط يعني دماغها قوي في موضوع غشاء البكاره والدم والكلام ده كله، طب ما النهارده سوري في الكلمه الترقيع موجود في كل حته وتحت السلم، وناس بالهبل بتعمله وما فيش، مهما كنت صايع مش هتعرف تكتشفه. عايز نقطتين دم بيديك نقطتين دم. فلو لقيت الست ما بتجيبش دم، لا هي كان ممكن تروح تعمل عمليه فما فيش مشكله. فانت ايه، اهدى شويه، خد الموضوع ببساطه. عايز اقول لك كميه بنات كتير جدا وستات كتير جدا كلموني في الموضوع ده، لان الراجل لما بيتخض، الراجل بيتخض جدا بيكلم اهله الحقيني يا ماما دي ما جابتش دم مش عارف ايه، الام بتتجنن اكتر، هاتها من شعرها نزلها مثلا في شهر العسل ولا في اوتيل ولا بتاع، وهاتها من شعرها واطلعوا على الدكتور ومش عارف، البت بتنهار. وعايز اقول لك الكلام ده كلام غلط والكلام ده كلام وحش، بالراحه على بنات الناس، لو ما جابتش دم هي ما تعرفش اصلا فيها ايه، هي مش هتبقى فاهمه، هي نفسها مش هتبقى فاهمه هي فيها ايه. فخلي بالك من الموضوع ده مهم جدا. فلو ما جابتش دم حضرتك في كشف بيتعمل بالنظر، اوعى الدكتور او الدكتوره يحط ايديه، تمام؟ ولو عايز تخلي الدكتوره كده يعني تفضلك الغشاء بس وليه؟ وليه؟ هو كده كده هي لو انت عارف ان في ستات حملت والغشاء موجود، عارف الغشاء انفض امتى؟ في الولاده. في الولاده. واخد بالك ازاي؟ فطبعا هدي نفسك شويه لو تعرضت لموقف زي كده، وخد الامور ببساطه، الدكتور بكل في ثانيه هيقول لك ايه الوضع، بس بمنتهى الادب واللطافه، وتفكر معاها في الموضوع، قول لها هو ايه اللي حصل، هو مش المفروض مثلا الغشاء مطاطي ولا ايه الوضع؟ طب ممكن نكشف علشان خاطر مثلا اطمن عليكي، لا يكون في حاجه انا بعملها غلط. هات دايما العيب في نفسك، لا يكون في حاجه انا بعملها غلط انا مش عارف ايه. هتقول لك لا حبيبي انت كويس انا كمان مش عارفه في ايه. اقول لك طب خلاص تعالي تعالي نوصل، وما تجيبش بقى امك في الموضوع وامها في الموضوع والدنيا دي كلها، ما تسيحش البت بقى، عشان خلي بالك كليه الدخله دي بتفرق معاها العمر كله. فحبيت اقول لك برضو ايه، ان الستات اللي بتبص للرجال اللي هو اهم حاجه عنده غشاء البكاره وان الدم يطلع والكلام ده كله، ان الناس دي رجاله تافهه فشخ، لان هو ده مش علامه الشرف اصلا. في ناس بتعمل اللي هي عايزاه ومع ذلك هم فيرجن كلهم. ف الكلام ده كان قديم يعني، تمام؟ بس عشان احنا ثقافتنا كده بقول لك برضو لو مفيش غشاء بكره يبقى بكل بساطه مش مفيش، لو ما انفضش لا عادي جدا انت ممكن تقعد معاها وتتكلموا في الموضوع وتشوف هتعملوا ايه. دي مراتك، دي بتاعتك، دي حبيبتك، واحده واحده عليها، عشان تعاملك معاها، طريقه تعاملك معاها في الموضوع ده هيفرق معاها العمر كله. بس الحلقه الجايه بقى هو تقريبا الجزء الاخير في فيديوهات الثقافه الجنسيه اللي هو انا عايز اكلمكم عليه. الموضوع ده معلش هيوجع ستات كتير قوي 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 قوي، الموضوع ده مش فير، الموضوع ده موضوع ثقافات، الموضوع ده انتوا كلكم عارفينه. انا جيلي اللي هي الستات اللي هي البنات اللي هي وصلت سن 40 سنه دول كلهم عانوا منه كتير جدا، دلوقتي المجتمع بدا يتفتح اكتر ويفهموا وبتاع مش عارف ايه. هجيب لكم من الاخر كده الفرق ما بين الست السكس، ما بين يعني السكس مع الست الطبيعيه اللي ما اتلمستش والست المختتنه. أسوأ حاجة في الدنيا الختان ده، وملوش علاقة بالدين. الحلقة الجاية عن الختان هيوجع الستات قوي 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 قوي، بالذات المصريات. الفيديو اللي جاي أنا آسف بس لازم أفتح الموضوع ده عشان نبطل القرف ده. سلام.